اتفضل. كابتن ابراهيم سعيد. يا كابتن ابراهيم سعيد اتفضل يا هيما. اتفضل. تمركز الشناوي في الهدف الاولاني كان صح لان كان قدامه بنوب. هو الشناوي عايز طبعا احنا هنتكلم على هدفين. الشناوي طبعا الطبيعي ان بدري بنوب ما يبقاش تحت قوي كده لان كان يعني في الهدف. انا حسيت يا كابتن ابراهيم كابتن طارق ان الشناوي عايز يزق بدري بنون عشان يطلع على ليفاندوفسكي عشان ولازم. المنطقه بتاعته كابتن فاروق الراجل خلاص بينه وبين الشناوي 4-3-4 ياردة. الشناوي لو وصل شويه للراجل وهينزل برجله هيبقى قافل الجون لان في النهايه انا بلعب على راس مثلث. المثلث بتاعي قاعده المثلث خط المرمى بيطلع ضلع من ناحيه القائم الايمن على الكوره وضلع من القائم الايسر على الكوره. فالكوره دي راس المثلث. طالما انا وصلت لراس المثلث انا قفلت المثلث كله. فالشناوي كان هيوصل لراس المثلث وهيعمل النجمه لولا بدر اللي خلاه ما يعملش. ولازم اطلع لازم الشناوي يبقى يطلع. لو بدري مش موجود في المكان ده على الاقل الطبيعي ان بدري يعمل ايه بقى؟ اول ما الكوره اتحطت تحت الراجل ده بدري بقى هو اللي يوصل للراجل. يعني بدري يبقى خطوتين ثلاثه يبقى قريب جدا بانه عشان اوصل لراس المثلث اللي هي الكوره. الكوره قدامنا ايه على الشاشه قدامه. فالشناوي تحس انه عايز يزقه. عايز يزقه عشان يوصل للكوره زي الكوره بالظبط يا كابتن طارق اللي هي راحت لانفراد وطلع الشناوي. برافو عليك يا كابتن رضا. الكوره اللي اتحطت فوق العرض ليفاندوفسكي يطلعها فوق العرض. خروجه في التوقيت ده هو اللي اجبر ليفاندوفسكي ان هو يعملها لفوق. يعني لو ما خرجش كان هيركنها برضو كده او صح كانت هتستاهل عليه اسهل من كده. الشناوي صعبها عليه قوي. يعني كان في خوف من ليفاندوفسكي فهو بيحطها ليه لان الشناوي قرب منه قوي فكان في هو حتى هو بيلعبها وهو خايف. هات لنا ماجد الصوره معلش تاني اللي من الجون واحنا بنتكلم. اتفضل يا كابتن. فالكوره دي مهمه جدا ده اللي انا قصدي بقى يا كابتن. هي قدامنا كابتن على الشاشه. احنا قدامنا على الشاشه في اتنين اولا سواء محمد هاني او تقريبا حمدي فتحي. يعني عايز اقول لك هو في مثلث موجود اصلا من لاعبي النادي الاهلي حوالين ليفاندوفسكي ولولا ان بدر بنون فعلا قدام لازم يا كابتن فاروق لازم الشناوي عشان عنده الفكره دي لازم اللعيب اول ما الراجل استلم هو الراجل عامل ايه؟ استلم ابوش رجله الخارج لجوه عشان يفتح الجول. صح صح. خدت بالك من الراجل اللي حطه له تحت تاني. هو عمل ايه؟ هو استلم ابوش رجله الداخل الخارجي صح عشان يفتح المرمى. التوقيت الاستلام ده وقت بالنسبه للترتيبات ده وقت بالنسبه لحارس المرمى. صحيح. انا مش عايز 3 4 ثواني ده كتير جدا في الكوره. كان عايز كسر من الثانيه. مجرد ما الراجل لما ابو شغل خارجي كده كان لازم بدري بنون يبقى في قلبه يبقى تحت رجليه. عشان الكوره وهي طالعه تخبط في رجله. وده اللي كان عمل سبرنت 3 خطوات يا كابتن عشان يقفل الزاويه عليه. هو بقى منعه بقى خلاص. لا هو في حاجه كمان احنا بنعلمها للمدافع. انت بتروح تغطي في الجون ليه؟ ما انت تقابل الراجل اللي هو اللي جاي من ورا او الراس حربه. لان ده هيبقى فري. هو اعتمد يا كابتن على تقريبا محمد هاني وما اعرفش مين تاني تقريبا ولا هو اعتمد عليهم لان هو راح فهو المفروض كان في الوقت ده كان خط خطوتين لو خط خطوتين قدام. طيب انا قدامي دلوقتي الكابتن بتاع مين؟ بايرن ميونخ؟ لا بتاع مين في المساكين؟ بتاع بس ياخد بالك برضو اللقطه ما تعرفهاش لان بيحصل يعني انت بعض الاخطاء. طبيعي كان هو بدري بنوبيل اللي ماسكه او ممكن يعني المفروض حتى لما الكره تعدي كده يبقى انا اقوم جاي عيني على الراجل اللي هو المهاجم بتاعي عشان اروح له. ما اروحش انا اغطي في الجون. هي التغطيه في الجون دي بتسهل للمهاجم او للراجل اللي جاي من ورا كتير جدا. اصل الجون بقى بص يا كابتن رضا الجون 8 ياردة. انت كمدافع هتلعب انت في كام ياردة؟ ده حارس المرمى بتبقى صعبه عليك. فانت تقابل احسن ما تقف في المرمى. صحيح. لانك انت مش هتصد بايدك. اما اوصل للراجل الفيرويد اللي هيحط الكوره اسهل لي بكتير جدا. ليه؟ لان زي ما قلت يا كابتن رضا انا بوصل لراس المثلث اللي هي الكوره فانا بقفل عليه. واقول لحضرتك على حاجه. اتفرج كده على الدوريات الاوروبيه كلها. شوف اي لعيب لما يبقى كوره من صلاح على 18 وداخل يشوط شوف الضغط اللي عليه بيعامل ازاي من المدافعين. صحيح. لانهم عارفين كويس قوي ان الراجل ده لو شاط ممكن تبقى تروح صعبه. بتعب على حارس فتلاقي الضغط موجود. يوصل للكوره يعمل الضغط الكوره تيجي في المدافع. كده من وجهه نظرك كابتن الشناوي لا يتحمل الهدف ده. لا خالص. طيب هاخدك للهدف الثاني يا كابتن طارق ويمكن برضو امام الشاشه. هل الشناوي يعني كان الى حد ما واخد العارضه القريبه زياده عن اللزوم؟ كان ممكن يبقى تحت 2 يارد. كانت هتفرق كتير قوي ان هو يشترك مع ليفاندوفسكي فيها. لا بص يا كابتن بص هو كان ممكن يبقى تحت القائم 2 ياردة. كان ممكن يعني ياخد خطوه مقصيه او خطوتين وياخدها قبل ما توصل لليفاندوفسكي. كان ممكن يبقى تحت 2 ياردة بس واخد بالك. وهو بيحطها طبعا الراجل حاططها من جوه 18 يعني حوالي 4 5 ياردة. وعليت مشيت معاه حلوه يعني عليت. والشناوي طبعا كان قافل على سنيه هو اللي لعبها. عليت ومشيت ايه مشيت يعني راحت في نفس الارتفاع
وحتى الراجل هو بيحطها عمل تي كوف مش طبيعي لو ان هو طويل 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 الفيرو بتاعه ليفاندوفسكي ورغم كده برضه عامل تي كوف عالي قوي. ما هو طالع لوحده يا كابتن طارق ما حدش بيزحمه. ما هو اخذ الفنت بقى كابتن. معلش بص يا كابتن انا بقول ان الجون ده استهتار رقم واحد من ياسر ابراهيم رقم اتنين من الشناوي. ليه؟ لان ثاني بيلعب برجليه الشمال وهي جايه وخلاص هتطلع. بس اقول لك على حاجه كابتن رضا انا اسف يعني في الكوره دي ان تتعمل اوفر في الحته دي صعب. ايوه ما انا بقول لك يعني هو صعب قوي ان الحته صغيره. انا بقول لك الاستهتار يعني هو لو رفع رجله بس كده طلع يعني ما هو لو ضامن ان هو عارف ان هو هيعملها كده هيحط رجله يعني بس هو ما تخيلش ان ده اشول وجاي مش عن عدلته وان يعمل كده. والشناوي برضه نفس الكلام ان مش معقوله برجله اليمين هتعديني. لا مش موضوع هتعيد الشناوي قافل قوي العرض القريب ما هو جاي تنطري ولا انا عشان هيقول لك كبير وهتيجي كده امسكها كده انما ما تخيلش ان هو يعملها كده. بص يا كابتن رضا هو طبعا هو الراجل ثاني بيلعب برجل الشمال اشول وموضوع انه يلعبها برجل اليمين وتمشي بالشكل القوه دي وتعدي الشناوي بالشكل ده دي صعبه قوي. انما ممكن تبقى ممكن تتعامل زي ما اتعملت كده يعني وارد انه ممكن تتعامل. انا بتكلم على تمركز بس تمام. وارد دي يا كابتن طارق مثلا 5% 10% معاك بس لان خلاص بقت قريبه من خط انها تطلع اوت. ادت ايحاء لياسر ابراهيم ان هو ما يمدش رجله ان خلاص هتطلع. ده مش ياسر ابراهيم هو اللي كان ماسك. لا هو لا 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 بدري ملوب اللي جه على الاول انما ياسر ابراهيم اللي كان معاه اللي اتعملت من وراه. ياسر ابراهيم يا كابتن ياسر ابراهيم بعديه يابا هو اللي كان ماسك ليفاندوفسكي وراه. لا استاذ انا ونبقى كابتن تران على كام بدري ملوب تران على ياسر ابراهيم اللي ماسك ليفاندوفسكي هو اللي حاطط رجله مع ثاني. طب قربوا لنا الصوره والنبي يا رجاله. بدر بانون كان في ظهر الشناوي. ده هو اللي هو اول واحد راح قدام الشناوي ده بدر بانون اللي هو كان في ظهر الشناوي يا كابتن رضا. لا قدامي هو اللي قدام ده كابتن ياسر ابراهيم. ما انت راهن ما طلبتش. لا ما تشوف تراهن بس والله هنشوف ياسر ابراهيم هو اللي ماسك ليفاندوفسكي هو اللي ده رايح على ثاني. لا تراهن مين رقم 6 ده مين 6 ده ياسر ابراهيم 6 يا جماعه ياسر ابراهيم اللي مع ثاني. لا الثاني اللي جوه ده بدر بانون. لا والله ما اتلمتش تاني يا ابراهيم. طب خلاص ماشي اتعلم منك. انما انا عايز هم الاثنين مخطئين. لو مجمل المباراه يا كابتن فاروق انا بعتبر الشناوي احد نجوم المباراه. يعني الشناوي النهارده في المباراه مجملها لا كل مواقف اللعب اللي اتعامل معاها بشكل مميز جدا في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. هي كرة بس اللي هو اللي هي بس يا كابتن طارق اللي هي في اول دقيقتين ثلاثه اللي عدتها البوكس اللي عدت دي هزته شويه بس رجع بسرعه ودي احلى حاجه ان هو رجع بسرعه. كان ممكن يقابلها من كانت ممكن تاثر عليه بقى وتوتره. طب عندك تقييم لنوير بقى كابتن؟ نوير بص انا برضو ايه كان انا في بس تصريح كان نزل لي طلع واحده من مصر شفت كابتن طارق كابتن رضا برضو يستخدم خف الدم دلوقتي. قول لي بس قال لك طلع واحده من مصر عالميه. ايوه الكره بتاعت يا عم الكهرباء اللي حطها بدماغه دي لو في جون مصر عندنا تخش جون. ده هو جري وقام جاي مسكها. انا يا كابتن بتاعت طاهر بتاعت طاهر محمد طاهر الاولاني. ما اسمعني بس لو واحد من عندنا عمل الترامي من مكانه ده خد الخطوتين وراح مسكها حسسك ان هو هنا عامل خطوه مقصيه ووصل بالكوره سهل قوي تحس ان الكوره ما فيش فيها صعوبه. لو عمل بقى لو ما عملش كده يا كابتن طارق مش كانت ممكن تبقى فيها خطوره. لو مش عايز اقول عندنا يعني كان ممكن حارس مرمى يتعامل من وضعيه الثبات من مكانه فهتبقى صعبه عليه. صح ولا ممكن تبقى جول؟ لا ممكن طبعا مفيش كلام. انما هو لو انت خدت بالك يا كابتن رضا هو حسسك زي زمان كابتن ثابت يا كابتن طارق بعد اذنك لما كنت تشوط عليهم جاي عامل لك الكوره كده وهي صعبه جدا قويه جدا حسسك ان انت ما عملتش حاجه فانت عارف يحبطك. ايوه هو قام جاي عامل الحته دي وعملها كده. كابتن ثابت كان سابع عصره في انه بيتحرك برجليه كويس قوي. كان عنده الفوت وورك عالي جدا وكان دايما بينقل برجليه كويس قوي وكان بيوصل للكوره من غير ما يتعب من غير ما يترمي. ما هو كان بيوصل وبعدين بقى عقدك يا كابتن طارق يوم جاي هي تبقى الكوره راحه قويه جدا هو ياخد الخطوه وجاي عاملها لك كده انت اتحرك تشوط عليه تاني. ايوه مظبوط لان هو كده بيقلل منك. لما بيصد الكوره كده واعملها كده انا ما تشوطش عليها تاني يا ابني. اتفضل يا كابتن. كان اسلوب اداء لكابتن ثابت وكان اسلوب يعني سابع عصره زي ما بقول يا كابتن رضا ان كابتن فاروق ان كابتن ثابت يعني اتعلمنا منه كتير قوي لان